عند الضغط كليك يمين على أي جزء في المشروع واختيار Select Previous يقوم بتحديد آخر العناصر التي قمت بتحديدها. تمام، ضغط كليك يمين، في عندي زوم ان ريجن، ده بيديني بحدد بس المستطيل هو ده اللي هيحصل الزوم عليه. سيلكت اوت، ببعد عن الموضوع كان ده في المسافة اللي انا كنت فيها. سيلكت اوت، ببعد اكتر. سيلكت فيت، بيملى الشاشة بكل حاجة موجودة. تمام، يعني لو في عنصر بعيد جدا يبقى العنصر ده ودي هي اللي تظهر لي دلوقتي، كل حاجة كانت موجودة، كل حاجة اشتغلت فيها هي اللي تظهر معايا. بريفيس بان، بيجيب لي اخر زوم اللي كنت فيه. بريفيس زي يجيب لي اللي قبليه. النكست، اخر حاجة انا كنت فيها وتراجعت عنها، عكس امر بريفيس. فيو بروبرتيز، بيجيب لي الخصائص اللي بتخليها تتحكم في المنظر دوت. تمام، ان شاء الله ناخدها بالتفصيل الدرس الجاي.